بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تراه العيون ولا تحيط به الظنون ولا يصفه الواصفون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا عديل ولا خلف لقوله ولا تبديل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، ولم يكن له كفوا أحد، فليس لله تعالى شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا عديل. قال المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لم تقدروا قدره. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي الله، علمني من غرائب العلم. فقال له: وما صنعت في رأس العلم حتى تسألني عن غرائبه؟ فقال الرجل: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: معرفة الله حق معرفته. فقال: يا رسول الله، وما معرفة الله حق معرفته؟ فقال صلوات الله عليه وآله وسلم: أن تعرفه بلا مثل ولا شبيه، وتعرفه إلها واحدا صمدا أولا آخرا ظاهرا باطنا لا كفء له ولا مثل له. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس لا يعذر بجهلهن أحد: معرفة الله، أن تعرف الله ولا تشبهه بشيء، ومن شبه الله بشيء أو زعم أن الله يشبهه شيء فهو من المشركين، والحب في الله، والبغض في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الظلم. وروي أن رجلا قام إلى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، كيف كان ربنا؟ فقال علي عليه السلام: كيف لم يكن وربنا لم يزل تبارك وتعالى؟ وإنما يقال لشيء لم يكن كيف كان، فأما ربنا فهو قبل القبل، وقبل كل غاية انقطعت الغايات عنده فهو غاية كل غاية. فقال له الرجل: وكيف عرفته يا أمير المؤمنين؟ فقال: أعرفه بما عرف به نفسه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، متدان في علوه، عالم في دنوه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، قريب غير ملتصق، وبعيد غير منتقص، أو وبعيد غير متقص، يعرف بالعلامات ويثبت بالآيات، يوحد ولا يبعض، ويحقق ولا يمثل، لا إله إلا هو الكبير المتعال. وروي أنه قام إليه عليه السلام رجل وهو في جامع الكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، انعته لنا حتى كأننا نراه وننظر إليه. فسبح الإمام علي عليه السلام ربه عز وجل وعظمه، ثم قال: الحمد لله الذي هو أول ولا بدء من ما، ولا ممازج مع ما، ولا حال بما، ليس بشبح فيرى، ولا بجسم فيتجزأ، ولا بذي غاية فيتناهى، ولا بمحدث فيتصرف، ولا بمستتر فيكتشف، ولا كان بعد أن لم يكن، بل حارت الأوهام أن تكيف المكيف للأشياء، من لم يزل لا بمكان، ولا يزول لاختلاف الأزمان، ولا يغلبه شأن بعد شأن.
البعيد من تخيل القلوب، المتعالي عن الأشباه والضروب، علام الغيوب. فمعاني الخلق عنه منفية، وسرائرهم عليه غير خفية. المعروف بغير كيفية، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، لا تدركه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا تحيط به الأقدار، ولا تقدره العقول، ولا تقع عليه الأوهام. ثم قال عليه السلام: كلما خطر ببالك فهو على خلاف ما خطر ببالك. وقال عليه السلام لما سئل عن التوحيد، فقال: التوحيد ألا تتوهمه، أي لا تتصوره. وقال زين العابدين عليه السلام: أسماؤه تعبير، وأفعاله تفهيم، وذاته حقيقة، وكنهه تفريق بينه وبين خلقه. وقال الإمام القاسم ابن إبراهيم عليه السلام: إن سئل عن اسمه فهو الله الرحمن الرحيم، وإن سئل عن صفته فهو الله العليم القدير، وإن سئل عن ذاته فهو الله الذي ليس كمثله شيء. فاعلم أيها الطالب للنجاة أن أول ما يجب عليك النظر في معرفة الله، لأنك إذا اعتقدت الله على خلاف ما هو عليه فإن عبادتك صارت إلى غير الله، إلى هذا الذي تعتقده وهو غير الله. ولما كان الله لا ندركه بالأبصار كما قال لا تدركه الأبصار، فإنا لا نعرفه إلا بمخلوقاته التي لا بد لها من خالق، ومصنوعاته التي لا بد لها من صانع. فالطريق إلى معرفة الله هي بالنظر والتفكر في مخلوقاته، من سماء وأرض وجبال وبحار وأشجار وحيوان وغير ذلك. وهذا النظر واجب عقلا وسمعا. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تفكر في الخالق ألحد، ومن تفكر في المخلوق وحد. واعلم عبد الله أن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، فليس جسما ولا عرضا، وليس في مكان، ولا تدركه الأبصار، ولا يجوز عليه الصعود والنزول، لأنها من صفات البشر المخلوقين. ومعنى التوحيد أنه لا يشاركه في الإلهية أحد ولا في صفاته، لأنه قادر دائما لا يعجز، وعالم دائما لا يخفى عليه شيء، وسميع بصير دائما لا تخفى عليه المسموعات والمبصرات الموجودة والمعدومة، دائما ومدرك للمدركات دائما، المطعومات والمشمومات وما فيها من الحرارة والبرودة والآلام واللذة والغم والسرور والمضرة، وبدون آلة. وهو حي دائما وموجود دائما. فهذه الصفات التي يختص بها الله وحده لا شريك له.